3-5 الثور هو بالابراج الصينيه شنو يكون برجه؟ لا لازم ناخذ سنه الولاده 85 للبقره. يعني هو ايضا ثور للمعلومات الامانه العلميه. بالابراج الصينيه يعني المذكر نفس المؤنث. يعني لما نقول برج الثور ونقول برج البقره هو نفس الشيء. نقول الحيه والثعبان نفس الشيء. زين وبالهندي؟ بس احنا انا شنو في موقعي ارتيت انه افرق، يعني اسميها البقره. نعم. حتى يصير اكو تفرقه ما بين البرج البابلي كثور وما بين البرج الهندي. ليش تستخدم الابراج الهنديه؟ يعني ليش ما مثلا اذا كان العقرب، يعني مثلا العقرب او الفهد، ليش يعني تستخدم دائما الابراج الهنديه تتكلم عنها اكثر؟ شنو التاثير وشنو الاختلاف عن الابراج العاديه؟ طبعا في اختلاف. أو يعني مثل ما الهنود لهم طريقه بتحليل الشخصيه، الصينيين ايضا لهم طريقه. والبابليين طريقه يعني واكثر طريقه يعني صحيحه. شنو كلها صحيحه؟ كلها صحيحة. انت الان مجموعه من ابراج متعدده. بس ماكو سؤال مهم، اكو غير الابراج البابليه والصينيه والهنديه في العالم؟ طبعا الدرويديه وفي العربيه وفي الابراج الهنديه، بس الهنديه مال الهنود الحمر وليس الهنديه اللي بالضبط. طبعا طبعا عالم كبير. ناخذ حنان. حنان من النجف، تحياتنا حنان، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حنان. ميت هلا. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ ميت هلا حنان، تحياتنا لك. انا بدي اعرف برجي. الله يخليك، ترى وايد تاخرت على الخط. نعم تفضلي حنان، انطيني مواليدك وتسمعيني ان شاء الله من التلفزيون. انا برج الجوزاء. مواليدك 27. مواليدك اليوم الشهر؟ ابو العين استاذ، انا امراه مطلقه، بس قاعده اشوف انا عندي قسم ثاني ولا لا. اذا انطيني مواليدك لان الجوزاء بها عشريه اولى وعشريه وسطيه وعشريه الثالثه حتى نعطيك الشيء المطلوب. انا اليوم ما اعرفه، اليوم ما اعرفه، بس الشهر ولا السنه. خلينا على الجوزاء العاد، اوكي ما عندنا مشكله، الجوزاء 77، انت تسالين عن قسمه ثانيه غير هيجي؟ زين وانطيك برج بنتي؟ خلي يلا انطيني برج بنتك على السريع، انطيني اياه. نعم. 13/10/2004 13/10. ايضا تسال بشكل عام عن العاطفه مثلا؟ اي شكرا جزيلا، راح تسمعين هسه من التلفزيون، هسه راح يوصلك توصلك الفكره ان شاء الله. تحلي. ناخذ ناصر من البصره، تفضل يا ناصر، تحياتنا لك. مرحبتين ناصر. مرحبتين يا ناصر. نصر من البصرة، مواليدي 16/9/1994. 74؟ 74 ان شاء الله. 16/9/1974 ان شاء الله نجابك بشكل عام. قاسم بصورة عامة. نعم قاسم من البصرة، قاسم من البصرة، وتفضل يا قاسم. السلام عليكم. عليكم السلام يا قاسم، تحياتي. السلام عليكم. مية هلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا قاسم. 28/5 28/5 السنة يا قاسم. 1983. نعم 1980 83 بشكل عام يا قاسم. أعرف برج وعن كل شيء. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا يا قاسم، نفسح مجال إلى الآخرين. زينب من البصرة، آسفين تأخرنا عليهم. زينب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا زينب. أريد التوافق بين 23 نعم 8 و81 و15/9/84. من الرجل ومن الامرأة؟ لو الاثنين يعني 81 الرجل. نعم والامرأة عيدي لي المواليد. 15/9/84 المرأة. 9/84 المرأة. شكرا جزيلا يا زينب. شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا جزيلا. زين خلينا نجاوب بشكل سريع على الاشخاص اللي سالها. طبعا عندنا حنان من النجف سالت مطلقه وتسال عن زواج او فرصه ثانيه للزواج، السنه الجايه متزوجه. انا طبعا انطيك باحتماليه، ما اجزم بشكل كبير جدا، لكن انطيك باحتماليه كبيره جدا، يعني التاثيرات الفلكيه للجوزاء بعد تاريخ 1/2 الى 1/7 رائعه جدا، وبالنسبه الى برج الحيه جدا رائعه. السنه الجايه عندك فرص جميله جدا للزواج. تسأل عن بيتها 13/10/1904 عفوا، ايضا فرصها جدا جميله وحلوه بالجانب العاطفي، برج الميزان وبنفس الوقت برج القرد، حلوه حلوه فتره كلش حلوه، بالاخص فتره الشهر الخامس راح تكون جيده وايجابيه. ناصر من البصره اعتقد 16/9/1974 بشكل عام. لا ناصر انت انسان مدقق وعملي براغماتي وتدقق كثير بالامور وعندك شويه نرجسيه، يعني من النوع اللي متسلط.
اكثر متاعبك راح تكون بالجانب النفسي، يعني انت تحتاج فد قلب كبير، تحتاج واحد تؤمره يتقبل اوامرك. لكن بشكل عام اقدر اقول لك ان انت من الاشخاص المحظوظه، دائما اتجاهاتك خلي تكون بالجوانب اللي تتطلب الشده والقوه اللي تنجح بهذا الجانب، بالاخص بالجوانب المهنيه. قاسم من البصره 28.5983 يسال بشكل عام عن برجه. لا بشكل عام بالوقت الحالي في انخفاضات يا قاسم. الفتره السنه القادمه يعني افضل راح تكون بالنسبه لك، يعني تحديدا ما بين 1/2 الى 1/7 راح تكون فتره جيده، لكن المشكله سنه الولاده ايضا راح تخفض من الحظوظ. افضل فتره راح تكون بالنسبه لك راح تكون ما بين 1/3 الى 1/5، هاي الفتره اللي يكون الجوزاء جيده وبرج الخنزير ايضا جيد. زينب سألت على التوافق بينه وبين شخص، الولد أو الرجل 23/8/1981 وهذا عذراء، وبنفس الوقت برج الدجاجة وهذا شخص نقناقي جدا ومدقق كثير بالأمور، لكن شخص يصنع حظه بنفسه مع 15/9/1984. لا التوافق صعب، عذراء وعذراء جيد، لكن المشكلة سنة الولادة، يعني هذا الشخص يحتاج لقلب، يحتاج لأن دائما تقول لي له أنت على حق، إذا تريدين تكسبي دائما قولي أنت على حق، خليه يحكي قد ما يحكي وقولي أنت على حق تكسبي بهذه الطريقة. يعني هذا بالنسبة للاتصالات بما يتيح لنا وقت البرنامج. سؤال أخير. نعم السؤال الأخير 15/2/71 اتصال سريع آخر من سارة. نعم. سارة من بابل. سارة من بابل هذا آخر اتصال، تفضلي سارة. من بابل. تفضلي سارة ونصينا التلفزيون حتى نستغل الوقت. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. عليكم السلام، اهلا سارة تفضلي. اريد اسال عن الابراج مالتنا. قولي تفضلي. سارة 1/4. نعم. الو. نعم يا سارة تفضلي. 1/4/1975. نعم. شكرا يا سارة. 15/2. نعم. 94. نعم. 25/8. عندنا تاريخ 97. طيب ايش قلت 25/8؟ لا انا 4/1. 25/8. 1/7. 25/8 السنة. 25. زين يلا خلصنا منها، خلينا نخلص من هذه الثلاثة، يعني ما عندي وقت يا سارة. 25/8. طيب خلينا. شكرا. تسمعيني من التلفزيون على السريع. سارة من بابل 1/4/1975، سارة من الأسماء المحظوظة وتجلب الحظ بالنسبة لصاحبتها. برج الحمل برج ال 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 برج الأرنب الخشبية، هنا العنصر الين. لا في سنة خاملة نحسة جدا يا سارة، أنت نحسة جدا ونقناقية جدا، هذه المشكلة الموجودة عندك. 16/2/1994 يتعب على الجانب العاطفي، الفترات المستقبلية راح تكون أفضل إلى بالجانب المهني وليس الجانب العاطفي. 25/8/1997 هذه برج البقرة، الفترة القادمة أقدر أقول فترة إيجابية راح تكون بالنسبة لها، لكن تحديدا بالشهر الخامس من السنه القادمه، يعني افضل سنه راح تكون جيده بالنسبه لها. هذا اكثر، يعني اخذنا كل الاتصالات والمسجات بما يتيح لنا وقت البرنامج. اشكر جميع المتصلين، واذا تحبون ان تستمرون معي بامور تفصيليه اكثر بامكانكم الدخول على موقع الالكتروني 3w.parascoba.de. شكرا لك استاذ سلمى على هذه الاجابات الجميله والرائعه، لكن ادعو المشاهدين اللي يتصلون بك يا ريت تعطوك اليوم والشهر المضبوط، يعني انا استغرب على الناس يقولون انا ما اعرف يوم بالضبط، طيب اكو جنسيه اكو شهر جنسيه تثبت هالشيء هذا، فيتاكدون افضل لهم حتى تجاوبهم بصوره سريعه. هذا ايضا تحديد الجنس، يعني نعم. رجل ولا امراه، لانه بالابراج الصينيه والهنديه هنالك فرق ما بين الرجل وما بين المراه بالتحديد. نعم هذه المعلومه. شكرا لك. شكرا لك سلمى. شكرا لك، مع السلامه.